امبارح كان في مباريات مهمه جدا وقويه جدا في يورو 2024 وجمعت ما بين اسبانيا والمانيا فازت فيها اسبانيا 2 واحد وكمان كان في مباراه قويه جدا بين فرنسا والبرتغال وفازت بيها فرنسا بركلات الترجيح 5-3 كان في كمان مباراه هامه في الدور ربع النهائي في كوبا امريكا واللي, ف... واللي قدرت فيها كندا تفوز على فنزويلا بركلات الجزاء عشان تقابل الارجنتين في النصف النهائي كانت قويه جدا يا بساني. امبارح كنا امام نهائي مبكر كده خلاص اسبانيا وفرنسا تاهلوا للدور اللي جاي وضمنوا بطاقات التاهل تفاصيل اكثر عن يورو 2024 وعن مباريات امبارح ومباريات النهارده كمان مع الناقد الرياضي والمعلق الاستاذ محمد عفيفي اللي منورنا دايما في استوديو صباح الخير يا مصر صباح الفل صباح. صباح الخير صباح الخير بس انت هادم صباح الخير دكتور صباح محمد صباح الخير علي, علي, على كل مشاهد صباح الخير يا مصر اينما كانوا وهبتدي بس بتعزيه وجبة لنجم الكره في مصر واحد الخلوقين الفنانين الموهوبين اللي كانوا موجودين في الكره المصريه احمد رفعت ربنا يتغمد برحمته ولاهله الصبر والسلوان طبعا خالص العزاء طبعا لاسرته ولكل محبيه وطبعا لاسره الرياضه المصريه الفقيد يعني كان خبر صادم لنا جميعا يعني صح. نرجع ليورو 2024 كل شويه الماتشات بتزيد سخونه اكتر امبارح كنا امام نهائي مبكر شفنا اسبانيا نبتدي ماتش اسبانيا و اسبانيا و... والمانيا المانيا المانيا, المانيا حاملة اللقب صاحبه الارض وتغلبت امبارح 2 1 شفت الماتش ازاي بالتاكيد الثنائي المانيا هي واسبانيا الاثنين هما الاكثر تتويجا بهذه البطوله يمكن ايطاليا هي كانت حاملة اللقب وخرجت امام سويسرا من دور الستة 16 علشان تبقى ثالث نسخه على التوالي حامل اللقب يخرج من دور الستة 16 حتى في نسخه ثانيه على التوالي من ما بين 24 منتخب وفي النسخه ما قبلها كانت اسبانيا حامل اللقب في 2012 وخرجت بهذا الشكل او في الادوار الاولى من البطوله. اسبانيا المانيا فرقتين كان من المتوقع ان تفوز اسبانيا. بشكل عام معدل صغر السن مع معدل لياقه بدنيه وذهنيه وفنيه عاليه بالنسبه للاسبان يادوا انهم يصلوا لهذه المكانه المحترمه فنيا على الارض مع الضغط الجماهيري هناك في المانيا في شتوتغارت المانيا عندها مشكله لانه بعض اللاعبين كبار السن حتى في الاداء الدفاعي روديجر حتى وان كان بيلعب في ريال مدريد لإنه بطيء في التعامل في كثير من الكرات. اسبانيا عندها الدوافع بشكل اكبر، اسبانيا عندها مجموعه من الشباب يملكوا امكانيات فنيه عاليه بتجعلهم يتالقوا حتى مع انديه كبيره في البطولات الاوروبيه بشكل او باخر، فسجل اسبانيا حتى الهدف في الدقيقه 119 من المباراه يعني في الوقت الاضافي الثاني ما قبل دقيقه واحده على نهايه الشوط يعني اللياقه البدنيه بتفوز على الخبرات؟ يعني بعض المحللين قالوا ان المانيا هتفوز لان خبراتها اعلى من شباب اسبانيا اللي لسه صغير، هل النهارده اللياقه البدنيه والقدره الجسديه تفوز على فكره الخبرات؟ ده عنصر من العناصر المهمه، المانيا عندها خبرات ولكن معدل السن ومعدل المرونه التكتيكيه ممكن تتنافس على ارض الملعب مع طول مباراه 120 دقيقه لا بتفرق. مم. اسبانيا عندها صغار السن ولكن كبار القيمه في الاداء الفني والاداء الجماعي كمان مم. مش بس مهارات فرديه فقط لان في منتخبات زي منتخب انجلترا مم. ما عندوش اداء جماعي كبير لكن عنده اسماء تقيله بتقدر تخلص مم. في المباريات وعنده النهارده مباراه كبيره امام المنتخب السويسري ولو لم ولولا يستمر او يستثمر اداؤه الجماعي بشكل افضل هيعاني لان سويسرا ما عندهاش نجوم كبيره بس عندها اداء جماعي كبير. هاخد من كلامك مهارات فنيه زائد اداء جماعي، ده اللي ميز اسبانيا امبارح شفنا يعني سيمفونيه كده في اللعب من اول دقيقه لاخر دقيقه في الماتش، اسبانيا بتعرف تلعب بشكل جماعي فنيات مختلفه، لو حللنا الماتش امبارح وابرز الفنيات اللي اشتغل عليها الفريق الاسباني ايه؟ هو ذكاء لافوينتي هذا المدير الفني ابن البلد الاسباني في استخدام بعض اللاعبين من حيث خلخل الدفاعات ووسط ملعب منتخب المانيا اللي عنده قدرات وخبرات زي ما بسنت هاني اتكلمت عن انه هو الخبرات ممكن تقع في كتير من المباريات في كتير من مباريات النوك اوت او خروج المغلوب حتى وان كانت اسبانيا في مباراه تصفيات او مباراه وديه ممكن تلعب وممكن تفوز بالخمسه لكن في مثل هذه المباراة لا ليها تقسيمه وتقسيمه مختلفه على ارض الملعب ولذلك عندما سجل داني اولمو في الدقيقه 51 الهدف كان ما قبله المنتخب الاسباني بيلعب بطريقه ذكيه على ارض الملعب م. في انتشار اللعب في توزيع المجهود م. في وكان نجم المباراه امبارح يعني اختير نجم المباراه داني قلب. صحيح م. ويسجل المباراه الجديده في اليورو وطبعا مايكل مارينو كمان اللي سجل في الدقيقه 119 هدفين سجلهما بذكاء في كيفيه استرتش الملعب ازاي يفتح الملعب ازاي يخترق من العمق بشكل ذكي ثم استغلال الاطراف مع تحركات وحتى التكنيك في وضع الكره بالراس في اللحظات الاخيره من عمر المباراه حتى يمكن منتخب المانيا ورجل جوليان نجلسمان المدير الفني ما كانش عنده حلول لدرجه انه بدا يستعين بلاعبين كبار السن بزياده حتى وان سجل في تسعة 89 عن طريق فريدز في اخر لحظات الشوط من عمر المباراه الا انه مولر لاعب كبير في السن مش بقول انه كبر السن ممكن ياثر بالسلب ولكن ما عندكش الحلول الكبيره اللي من عندك ان انت تقدر تعمل بيها مرونه تكتيكيه اكبر عكس منتخب اسبانيا اللي كان عنده صلابه ذهنيه وثبات على ارض الملعب طريقه اللعب حتى نسبه السكاوتنج اللي اتعمل على منتخب المانيا علشان كده فاز منتخب اسبانيا بذكاء مع تحريك المباراه زي ما هو عايز لافوينتي <applause> <applause> المدير الفني لمنتخب اسبانيا والعناصر اللي عنده على ارض الملعب حتى وان كان ما عندهمش خبرات كبيره بس ادائهم الجماعي لكن لافوينتي كمان انتقدوه لانه هو طلع الوينج اليمين والشمال لامين يامال وويليامز بيقولوا كمان انه سلم الشوط الثاني لالمانيا هو اطمن بزياده مم. هو حس انه راكب الجيم خلاص انا متفوق انا واخد المباراه للتفوق على ارض الملعب ما عندوش خوف ما عندوش رهبه لما سحب بعض اللاعبين العناصر الاساسيه الموجوده على ارض الملعب ما حسسش لاعبيه انه لازم يبقى فيه كفاءه لغايه اللحظات الاخيره ولذلك اتخطف بخطا ساذج في اللحظات الاخيره من عمر الشوبان اسبانيا صغير قوي يعني يمين يمال ده 2007 اصغر اصغر لاعب في يورو 2007 صحيح اصغر لاعب 17 سنه صحيح ويقال انه في المانيا كمان القانون ممكن يخليه ما يكملش مباراه عشان الساعه 8 بالليل لازم الاطفال يروحوا المدرسه يصحى يصحى, يصحي, 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 يصحي بدري ويروح المدرسه صحيح طب ابرز الاخطاء اللي وقع فيها المدرب الالماني امبارح <applause> كتير من الاخطاء انه كان بيخرج بدفاعه بشكل غير مدروس غير محسوب في بعض الاحيان كان بيخاطر في بعض الأحيان كان بيفرغ من نص ملعبه حتى وإن كان في لاعب بحجم توني كروز هذا الرجل اللي بيعمل استبدال توازن في قلب الملعب إلا إنه كان في بعض الأحيان بيكون هناك تحركات غير منطقية وغير مدروسة وغير معلومة الـ 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 الهوية أنت رايح على فين حتى وإن كان هناك بعض التكتيكات اللي كانت بتتنفذ لكن مش كل تكتيك يتنفذ أمام منتخب بحجم منتخب إسبانيا ولذلك كل مدير فني لازم يكون عنده المرونه في التعامل مع مثل هذه المباريات، فهو كان عنده لعب بطريقه غلط مع اسبانيا او ما فهمش فريق اسبانيا كويس؟ في البدايه مم. لغايه الدقيقه 60 كان هناك الكثير من الاخطاء الفنيه مم. على ارض الملعب. او ما قدرش يتعامل مع المرونه اللي بيلعب بها اسبانيا مم. وقدرات اللاعبين لانه في بعض الاحيان قدرات اللاعبين بتسهل لك الامور. آه آه هو كان عنده حلول كتير ولكن ما قدرش ينفذها، مع الاداء الدفاعي الصلب من منتخب اسبانيا مع الاداء اللي في وسط الملعب اللي كان مصادر خطوره منتخب المانيا اللي كان بيعتمد عليها حتى جوندوجان حتى اسماء العناصر الخبره اللي كانت موجوده على الأرض الملعب ما كانش عندها حلول كتير حتى دي 89 لما بدا يخاطر ويغامر ويدفع بكل عناصر الخبره والشباب واي حد عنده قدره هجوميه ولذلك لما وصل للكسره تايم طيب ما كانش عنده قدره على انه يدافع بشكل جيد ولذلك كان الاطراف مستباحه وسجل منتخب اسبانيا في الدقيقه 119 من عمر المباراه في الـ في بلا هي بالفعل فرق فنيات يعني الموضوع اكتر ما هو التكتيك هو فنيات الفرقه الاسبانيه شباب صغير بيلعبوا يعني بلعب جماعي اكتر عن المانيا طيب خلينا نروح ليه مباراه تانية بقى مهمه جدا وهي البرتغال وفرنسا يمكن انا تابعت اكتر تصريحات امبابي اللي كانت لطيفه جدا جدا ان هو كان كريستيانو رونالدو ده من حلمه وهو صغير انه يبقى زيه لكن احب اشوفه زعلان في المباراه يعني ده كان تصريح لي انا انا شفته ففرح هو امبابي بقى امبارح وزعل وزعل كريستيانو وزعل الرول موديل بتاعه بركلات الترجيح 5 3 احكي لنا عن المباراه دي اكتر مباراة ما كانتش قوية فنيا خلال أجواء وأحداث الوقت الأصلي أو حتى الإضافي الأوقات الإضافية لأنه كان في مش هقول خوف من الهزيمة بقدر ما إنه الحلول كانت فقيرة نسبيا مع الانضباط التكتيكي اللي كان موجود عند كده المديرين الفنيين واللاعبين اللي موجودين على أرض الملعب. دي تشامب ذكي وبيمشي المباريات بشكل ذكي لكن وصوله لركلات الترجيح أمام طموح كريستيانو رونالدو هو كريستيانو رونالدو خلاص هو كان عنده هدف إنه يصل للقب تاني في مسيرته الاحترافيه مع الكره الاوروبيه تحديدا مع منتخب البرتغال قبل الاعتزال. بس عن طريق مشاركة بس ولا فوز؟ مشاركه وفوز، م. كان بيبحث عن اللقب التاني بعد 2016 م. اللي حققه في فرنسا على حساب فرنسا في الفاينل. انه يصل لهذا اللقب هو ما كانش زعلان قوي بقدر مثلا ما كان زعلان في خروجه امام المملكه المغربيه في كاس العالم فيفا قطر 2022. في بس هو عارف انه هيعود من جديد في كاس العالم فيفا كندا الولايات المتحده هو مكمل مش هيعتزل باذن الله طبعا كل شيء باذن الله انه مم. في 2026 هيشارك مع منتخب البرتغال مم. لكن منتخب البرتغال كان عنده طموحات وامال ولعيبة جيل محترم فنيا مم. وقدم في الشوط الاول ونصف اول من الشوط الثاني مستوى فني عالي جدا مم. بمرونه تكتيكيه بمعدل لياقه مميز جدا لكن المنتخب الفرنسي ساير المباراه كيفما يشاء ديديد شامب كان ذكي دفاعه كان قوي وسط ملعبه كان مميز وحتى وان كان خرج آآ آآ كليان مبابي بتاع الالام في الانف بسبب الاصابه اللي كانت في الادوار الاولى من البطوله لانه مشى المباراه زي ما هو عايز وقدر يصل لنقطه التفوق بس عايز اقول لك انه في ملاحظات كتيره جدا على المنتخب الفرنسي في النسخه دي من يورو 2024 من اول مباراه ما بيلعبش كوره ما فيش جماليات كرة صحيح حتى بعض النقاد الرياضيين وصفوه إنه هو المنتخب المتسلل او الخبيث يعني بيحاول يتسلل من الادوار في الدور الاول ما شفناش اي ما فاجئناش منتخب الفرنسي باي لعب او مهارات جونين جون بشكل عكسي صحيح. وجون بركله جزاء يعني ما شفناش كوره زي ما بيقولوا كده في الدور الاول او بعد كده شايف طريقه لعب او استراتيجيه ديدي دي, دي شامب او فكره المنتخب زي ما وصفوه كده اللي بيتسلل واحده واحده او ما بين قوسين الخبيث عشان يصل الى النهائي صحيح وده حصل وحتى لم يتصدر مجموعته النمسا هي التي تصدرت على حساب م. فرنسا وعلى حساب المنتخب الهولندي اللي كان ثالث وصعد كافضل تولد في المجموعات لانه منتخب فرنسا ما عندوش الحلول الكبيره اللي حوالين كيليان مبابي حتى مستوى الفني مش هو الاعلى، مش هو الافضل زي ما كان في البطولات السابقه حتى في كاس العالم في روسيا 2018 او قطر 2022 بالوصول للادوار النهائيه من البطولتين كان في متعه كرويه، لكن في هذه البطوله واضح جدا ان المنتخب الفرنسي عنده فقر تهديفي، عنده صحيح. فقر في الحلول الهجوميه على ارض الملعب، لما بيسلم نفسه لدفاع الغريم ما بيقدرش يكون عنده المهارات العاليه حتى كيليان مبابي زي ما قلت ما عندوش القدره على انه يراوغ ويخلص اهدافه اهداف وأهداف مميزه ولذلك المنتخب الفرنسي بيعاني رغم انه وصل لنصف النهائي لكن على اللقب احنا هنا نبدا نتكلم ايه الحلول اللي موجوده عنده حتى كيليان مبابي لما ما بيكونش في حالته بيفقد قوه كبيره هجوميا لكن يبقى القميص المهيب الثقه الثقه اللي بيلعب بيه المنتخب الفرنسي انه انا منتخب فرنسا فاقدر افوز في اي وقت مع ادوار دفاعيه قويه لمجموعه من اللاعبين اصحاب الخبرات اللي موجوده مع وصوله لركلات الترجيح كان عنده حدود اكبر كان عنده صلابه ذهنيه لمجموعه اللاعبين اللي هم مستعدين بشكل او باخر حتى دي تفصيله ولكن تفصيله مهمه في مثل هذه المباريات الكبيره فتسيير المباراه حتى لو لم تسجل يلعب بفكر لو ما سجلتش ما استقبلش لو ما فزتش ما خسرش امشي التعادل دي اداره المباريات وده كان ذكاء من ديدي شامب بخبراته مارتينيز بعد ما ساب منتخب المنتخب البلجيكي والمنتخب البلجيكي راح خلاص في, الأول في, مهب الريح طبعا ولم يعبر حتى وصل لدور 16 حتى كان بشكل سلبي وخرج امام منتخب هولندا بالثلاثه لما تفوق لكن في الاخير المنتخب البرتغالي عفوا المنتخب الفرنسي محتاج انه يشتغل على الحلول الهجوميه من نص الملعب لانه طريقه اللعب كمان ما بتناسبش كتير من المنتخبات بيدافع كويس وسط ملعبه مميز وده اللي بيخليه يسير في المباراة لكن هجوميا ما عندوش الحلول الكبيره ده بيستغل الاطراف بشكل ايجابي ولا من العمق بالشكل اللي فيه كريت في ابداع علشان يسجل طيب من الحاجات لطيفه كمان على السوشيال ميديا كده انه بيقول لك انه اللعيبه البرتغاليين ما بيبصوش لكريستيانو او ما بيتعاملوش معاه هل ده موجود على ارض الملعب ولا لا او ليه بقينا نشوف كريستيانو بيعيط كتير في الملعب مؤخرا <applause> آه لانه الراجل ده روح طبعا وحماس وبيحافظ على نفسه مم. وبيبكي كتير اسطوره طبعا مم. طبعا لا لا نجم كبير في حته ثانيه اسطوره وحتى لوحظ انه بيدمع كتير او بيعيط كتير او ان هو عايز عايز يجيب الالقاب مم. يعني الطموح لا يتوقف فده مهم قوي انه ما بيبصلوش لا ده امر صعب يعني ما اقدرش لما كان في مانشستر يونايتد اقول أنه ما كانوش بيباصولو او ان هم زعلانين ان هو واخد الكريدت او بيلمع اكتر منهم او اداره مانشستر بس هو مش مح... يعني, يعني في ناس تقول ان هو بيستعرض هو مش محتاج يستعرض يعني كريستيانو رونالدو عنده ما يشفع ليه فمش محتاج انه يستعرض او يقول ان انا لسه موجود م. وبيقدم الكثير لكن مش ما بيبصلوش بس فكره انه في بعض اللاعبين اللي بتاخد قرارات انانيه شويه م. علشان يقول وانا ليه باصي لكريستيانو رونالدو في مثل هذه البطولات بتلمع كتير من اللاعبين وبتنقلوا نقله تانية مختلفه عشان ده السينيور لازم, <applause> لازم لازم بالضبط فأحيان كتير اه بيبقى فيه بعض القرارات الغريبه وبعض القرارات او بعض الناس بتشوف انه لا كان لازم نمرر لكريستيانو رونالدو علشان هو النجم هو اللي كان ممكن يقدر يخلص لكن في كل الاحوال في الكلاس ايه او في العقليات دي ما بيفكروش زي الناس بتفكر في السوشيال ميديا تماما اسبانيا وفرنسا هيكونوا في نصف النهائي أه، توقعاتك للماتش ده الماتش مهم جدا والنهارده كمان النهارده هيتلعب استكمالا للربع النهائي أه، هولندا تركيا انجلترا سويسرا. طيب انا اشوف انه المنتخب الاسباني اكثر قوه سواء كان في الاداء الفردي او في الاداء الجماعي بشكل عام لافونتي مع مجموعه اللاعبين افتكر انه قادر على الوصول للمباراه النهائيه وباريحيه كمان. أه، المنتخب الفرنسي يعاني يعاني كثيرا هذا النصف دائما من بدايه البطوله ونحن نقول انه البطل من من هذه الجهه يعني لانه كله منتخبات كبيره وكله بيضرب في بعضه بشكل قوي جدا والمنتخبات الكبيره قوي ما بتقدمش المستوى الكبير يعني عمق فني أكتر نقدر نتكلم عن طريقه اللعب واللي بيلعب بيه المنتخبات لا في مشاكل مشاكل كبيره كمان على ارض الملعب ومفيش مرونه تكتيكيه بنشوفها رغم جوده الكرة تنظيم مش قوي في المانيا عشان نبقى واقعيين لكن بشكل عام المباريات في منتخبات كبيره ما بتقدمش المستويات الكبيره الا اسبانيا تسع نقاط على كاملة في الدور الاول تفوق على منتخب ايطاليا وهو حامل اللقب من الدور الاول ماشيين بشكل قوي مجموعه اللاعبين اللي هم عندهم النجاعه جعانين كوره للبطولات كريستيانو رونالدو ده استثنائي مع منتخب البرتغال انه عايز يجيب بطولات رغم انه حقق كل حاجه واي حاجه بس كاس العالم طبعا لكن اللاعبين صغار السن اللي موجودين اللي بيبنوا اسمهم دلوقتي فرصتهم من هذا الجيل انه يحققوا لقب اليورو <applause> <applause> وما فيش اسهل من كده في هذه النسخه لانه خرجت المانيا اسبانيا هي الاقوى فنيا بكل سكاوتنج باي ارقام بتتعمل اسبانيا مرشحه اولى فافتكر انه منتخب اسبانيا قادر على عبور منتخب فرنسا اما مبارتي <applause> الدور ربع نهائي اللي اختتم من, هم من هم طبعا دور ربع نهائي النهارده انجلترا سويسرا الاداء الجماعي يرجح كافه منتخب سويسرا منتخب سويسرا مستوى استثنائي تفوق على ايطاليا شكل كان قوي جدا حتى من دور المجموعات منتخب سويسرا بجيل مختلف يعني مجموعه اللاعبين الى جوار مراد ياكين هذا السويسري ابن البلد في مواجهه ساوث جيت المدير الفني منتخب انجلترا انا انا اشوف ان عنده مشاكل انه يدير الامور الفنيه للمنتخب انجلترا ودي اخر بطوله يمكن مش هيكمل لكاس العالم الا اذا حقق لقب اليورو خلاص كوبا امريكا بقى بسرعه جدا كندا تاهلت وهتقابل الارجنتين في النصف آه النهائي شايف المباراه هتبقى عامله ازاي بتاكيد خبرات المنتخب الارجنتيني وهو حامل اللقب مع ليونيل ميسي حاله استثنائيه افتكر ان المنتخب الارجنتيني قادر على عبور كندا اما من ياتي من كولومبيا بنما في مواجهه الفائز من البرازيل الاوروغواي مباراة قويه جدا البرازيل على فكره بتعاني وتعادلت في مباراتين وشكلها مش بالقوه الكافيه فافتكر انه بخبرات وثقل قميص البرازيل المهيب البرازيل والارجنتين الى المباراه النهائيه من كوبا امريكا في المشوار. اخيرا قبل ما نروح لموجز الاخبار المنتخب الاولمبي المصري واستعداداته. المنتخب الاولمبي دخل في معسكر هيغادر يوم 10 يوليو الجاري لباريس باذن الله وهيعسكر هناك في باريس وبيجرى الاتفاق على مباريات وديه هناك أنا بس كنت أتمنى إنه أندية الوطنية المصرية زي الأهلي وزي الزمالك عندما تقول إحنا أندية وطنية يبقى الدعم باللاعبين فوق السن فوق السن وما تتأخرش يعني محمد عبد المنعم كان لازم يروح الشناوي لو كانوا عايزينه كان لازم يروح إمام عاشور كان لازم يروح مش بس زيزو لأنه ما ينفعش إنه نادي بحجم النادي الأهلي يرفض وضع لاعبين مش اللي هم تحت 23 سنة اللي هم فوق السن لأنه مهم جدا إنه المنتخب الأولمبي يمثل مصر وعندنا روجيرو ميكال هذا البرازيل انا علقت على المباراه بفوز بفوز بالذهبيه 2016 مم. طبعا فممكن نحقق ميداليه ليه لا منتخبنا مش صغير مم. بس كان لازم نقف ورا منتخبنا الاولمبي وباذن الله جاي قوي ان شاء الله كل الشكر ليك محمد عفيفي الناقد والمعلق الرياضي بنشكرك على وجودك معانا يا عفيفي نورتنا وشرفتنا